السلام عليكم، أهلا بكم من جديد في تحليل يوم الأحد الموافق ل 26 أبريل 2009، والذي يعادل بداية الأسبوع في الدول العربية. إذا التعليق على التحليل السابق، فقد حافظت كل الأسواق على نفس السيناريو المعتمد لها، وذلك في بداية الجلسة، بينما عكس الاتجاه في آخر الجلسة واتجهت الأسواق إلى النزول. لكن بالرغم من ذلك، فما زالت محافظة على السيناريو بشكل عام. فبالنسبة لسوق أبو ظبي، تم الإشارة في التحليل السابق إلى مواصلة النزول حتى 561.8 الذي يعادل 2520، وما زال هذا السيناريو معتمد على أساس نزول السعر حتى 2520 2525، ومن ثم الصعود من جديد في إطار الموجة الثالثة من الموجة الدافعة، كما يظهر هنا شارت الدايلي. إذا بالنسبة لسوق دبي، حافظ على نفس اتجاه الصاعد الذي تم تحديده، حيث صححت الموجة الثانية من الموجة الدافعة حتى 561.8، ومن ثم اتجه السعر إلى الصعود في إطار موجة ثالثة من موجة دافعة، والتي يتوقع هدفها عند 1760 كما يظهر شارت نصف ساعة. ونفس الشيء على شارت الدايلي الذي يدعم كذلك مواصلة الصعود، مع منطقة تأكيد هذا الصعود عند مقاومة 1678 التي ارتد منها السعر في آخر أيام التداول الأسبوع الماضي. وبالتالي فإن الإغلاق فوق هذه المنطقة سيدعم مواصلة الصعود حتى من الهدف السابق 1760 في إطار الموجة الثالثة من الموجة الدافعة. بالنسبة لسوق الدوحة، كذلك مازال محافظ على نفس السيناريو السابق الذي تم الإشارة به إلى الصعود في إطار موجة خامسة من موجة دافعة، مع منطقة الهدف عند 5600 التي تعادل القمة، آخر قمة شكلها السعر منذ بداية الأسبوع الماضي. وذلك فإن الدوحة لا زال محافظ على نفس السيناريو، والصعود في إطار موجة خامسة من موجة دافعة على شرط النصف ساعة، والموجة الثالثة من الموجة الدافعة على شرط الدايلي. وذلك فإنه لا يوجد به أي تغيير. بالنسبة للأردن، كذلك ما زال محافظ على نفس السيناريو المتمثل في نزول تصحيحي طفيف حتى منطقة الدعم 2770، ومن ثم صعود قوي في إطار موجة خامسة من موجة دافعة المتمثل هدفها عند 2850. بالنسبة لتحليل هذه الموجة الخامسة، فهي عبارة عن موجة قطرية خلفية انتهت منها الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، يتوقع نهايتها عند دعم 2770، ومن ثم الصعود في إطار الموجة الخامسة من الموجة القطرية الخلفية مع هدف عند 2850، حيث يتوقع هنا تكوين نموذج الوتد، وهو نموذج انعكاسي سيدعم دخول السعر في موجة تصحيحية ثانية. بالنسبة للشكل المتوقع له، سيكون بهذا الشكل. أنه لا يوجد بالأردن أي تغيير. بالنسبة لسوق الكويت، كذلك ما زال محافظ على نفس السيناريو، ولو أنه في تداولات الجلسة الأخيرة قد اتجه إلى النزول. تعليل هذا النزول، وهو النزول في إطار الموجة الرابعة من الموجة القطرية الخلفية، والتي يتوقع مواصلة نزولها حتى 7350، ومن ثم الصعود من جديد. سبب اختيار هذه النقطة 7350 من جهة أنها تمثل منطقة دعم، ومن جهة ثانية ضرورة حدوث تداخل ما بين الموجة الرابعة والموجة الثانية من القطرية الخلفية، وبالتالي سيدعم لدينا النموذج.
إذا خلاصة سوق الكويت وهو نزول حتى 7350، ومن ثم صعود من جديد حتى الهدف الذي تم تحديده سابقا الذي يعادل 7650. بالنسبة للسوق السعودي كذلك ما زال محافظ على نفس السيناريو وهو الصعود حتى منطقة 5350 كما تم الإشارة في آخر تحليل له، الذي كان يدعم حتى منطقة مقاربة إلى 5300 ومن ثم النزول من جديد، وهو نفس الأمر الذي ما زال سريع المفعول لحد الآن، ويتوقع له الصعود حتى 5350 ومن ثم الصعود النزول حتى 4950 كهدف أول في إطار موجة ثانية من الموجة في إطار موجة يدك ثانية من الموجة الدافعة. إذن خلاصة الحركة المتوقعة اليوم الحد بالنسبة لسوق أبو ظبي نزول، سوق دبي والدوحة سوق دبي والدوحة والسوق السعودي صعود، سوق الكويت نزول، سوق عمان كذلك الصعود. هكذا نكون قد انتهينا من تحليل اليوم الأحد الموافق ل 26 أبريل 2009. كان معكم محسن الفقيم شركة خبراء المال للتدريب، إلى اللقاء.